عسلامة مدام. عسلامة. قدم لنا روحك. نور عبيد، كاتبة تونسية وأستاذة عربية. مرحبا بك مدام نور. حبيت اخترت تحكي معنا في موضوع ما يخص وجود الأفارقة في تونس. نعم، وجود الأفارقة في تونس بات ملفتا للانتباه من حيث العدد. إذا خلينا نتكلم بالدرجة، عددهم متزايد في كل بلاصة، في كل مدينة، في كل حومة. أنا نتنقل بين تونس والمدينة، يعني الحاضرة، نابل، إقليبيا، منزل تميم، الهوارية، القرى، درع اللوش، هاتي الأماكن موجود فيها الأفارقة بصفة لافتة جدا. العدد قاعد يتزايد برشا. أيه. وصلنا المليون إفريقي. نعم. في تونس. نعم. شنو هو السبب؟ إذن أعتقد يجب أن نبحث على علماء الاجتماع، على أهل السياسة أن ينتبهوا لوجود هذا العنصر الإفريقي. نحن ضد التمييز العنصري، نحن أفارقة، نحن من القارة الإفريقية، نحن دعاة حقوق الإنسان، نحن دعاة التعايش السلمي بين الشعوب وبين الألوان وبين الأعراق وبين كل ما تريدين. لكن أن يصبح العدد إلى مليون، هذا ناقوس الخطر، لا سيما وأن تصريح وزير الداخلية الإيطالي البارحة أن تونس ضحية مثلما إيطاليا ضحية لتوافد الأفارقة من جنوب الصحراء إلى لمبادوزا أو إلى دول الأوروبا الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، أنا لا أعتقد هو أننا تونس ضحية أو إيطاليا ضحية. أعتقد أننا نحتاج إلى سياسة رشيدة تبحث في الأسباب. أنا شد ما يقلقني أن أجد الأفارقة مقحمون في المعارك السياسية في الشأن الداخلي، فكم من تظاهرة بين ضفرين سياسية أجد أن الأفارقة يحملون لافتة مع هذا الحزب أو ذاك أو مع هذا النظام الحاكم. أخاف جدا من تاريخ إقحام الأفارقة في المعارك السياسية الوطنية، لا يعود إلا بالوبال. هذه دعوة. إذا أشكركم كوسيلة أعلام أن تسلطوا الضوء على هذه المشكلة، دعوة إلى علماء الاجتماع، دعوة إلى أهل السياسة أن يبحثوا في الأسباب الحقيقية في تكاثر العنصر الإفريقي في تونس وإقحامه في أشغال يدوية وخاصة في المعارك السياسية. بل ما يقومون به أحيانا من حركات اجتماعية كأنهم يطلبون هم في حد ذاتهم، إذا بعض بين ظفرين، وأقولها باحتراز، بعض لفت الانتباه إلى بعض الخصومات. السؤال المطروح في تونس، هل الأفارقة جنوب الصحراء عابرين أم لاجئين؟ هذه قضية. إذا لا يمكن أن أستوقف الإفريقي لأقول له أنت عابر أم لاجئ. نحن نعلم أن العابرين إلى الضفة الأخرى يقيمون بمناطق الحدود، إقليبيا، الهوارية، غاب الدرشيش، ونحن نتفق على أخبار أن مجموعة من الأفارقة يختبئون هناك. الآن أنا في الحي الذي أسكن به بمدينة نابل، إذا لدينا أفارقة وأبنائهم ولدوا في تونس، يصبحوا تونسيين بالضرورة. إذا مثل، لا أعتقد أن المسألة أصبحت مسألة عبور بقدر ما أصبحت نسيج اجتماعي جديد. اليوم ولينا نشوفوا أصحاب المشاريع في تونس يخدم الإفريقي. نعم. وما يخدمش التونس. نعم. هذه قضية أكبر، التشغيل الهش. إذا هم يشتغلون بالأجر الأقل بعدد ساعات العمل بظروف عمل لا يقبلها التونسي لوضعه الحقوقي بأهمية حقوق العامل من حيث الأجر وعدد ساعات العمل وظروف العمل، إلا أن الإفريقي يقبل بكل ذلك، وهذا معروف في جميع دول المغرب العربي. سافرت ورأيت الأفارقة على قارعة الطريق يشتغلون بالمهن التي بين ظفرين يستنكف منها التونسي. ما فهمناش، ما شفناش لفتة انتباه للأفارقة وجودهم في تونس، ما فهمناش معناها الأسباب. أكيد هنا أنا أقرأ من هنا وهناك بعض التفسير الاجتماعي. لا أريد أن أجعل القضية دولية، لكن إقحام الأفارقة في النسيج الاجتماعي العربي التونسي شمال إفريقيا، تونس والمغرب والجزائر، أعتقد على علماء الاجتماع أن يقوموا بواجبهم ويبحثوا في الظاهرة من الزاوية العلمية، وأن يقوموا بمخرجات ومعهد الدراسات والبحوث عليه أن يبحثوا في هذه الأسباب حتى لا نتجنى نحن. إذا نحن نلاحظ ولدينا آليات تحليل، ولكن لا نريد أن نتجنى. أنا نفسي لا أريد أن أخذ دور عالم الاجتماع. على علماء الاجتماع في تونس أن يقوموا بواجبهم الوطني ويبحثوا في أسباب تزايد عدد الأفارقة. لم يعد الأمر مسألة عبور ولا مسألة لجوء، أعتقد خاصة قلت لك في مسألة حساسة، في كم من محفل بين ظفرين سياسي في تونس تجد الأفارقة يحملون لافتة وهم مع نسيج سياسي دون آخر. أعتقد هذا لا حق لهم فيه.
في الفترة الأخيرة قاموا بمسيرة بمعناها يطالبوا بإلجائهم إلى بلدان أوروبية. نعم، هذه المحطة. إذا كانت هذه تونس عبور، فلماذا يقحمون أعود مرة أخرى نفس الإشكال؟ لماذا يقحمون أنفسهم في المسالك السياسية؟ الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في بلادنا ما يخليش تونس معناها بلد متاع لاجئين. طبعاً لا وضعنا لا يحمل، بل ليس لدينا الآليات ما بها نقحم نسيج اجتماعي وبتأطير وبقوانين وبضمانات. إذا هذا تشغيل هش عابر، لكن أقول لك هذا التشغيل هش أصبح أمرا مستقرا. قلت لك لدينا في الحي أفارقة يقيمون 5 و6 سنوات، أنجبوا هنا ويتعاهوا هنا، وأصبح التكاثر العددي. كلنا أفريقي طالب الآن في الأعمال التي يستنكف بين ظفرين، وهذا غريب أن يقوم بها التونسي. إذا الظاهرة حقيقية، وعلينا أن نعلن قوس الخطر جميعا. شكرا لكم. ما هو الحل القانوني لإبقائهم في تونس؟ مثلا إقامة. الإقامة مهما كانت لا يمكن أن تكون إقامة تامة. الحل الحقيقي، نحن نحتاج إلى حوار إفريقي عربي حقيقي. نحتاج نحن كدولة إفريقية أن نضع الداء على القضايا الحارقة، منها قضية إذا هجرة الأفارقة جنوب الصحراء إلى أوروبا عبر تونس، ثم مكوتهم، ثم إقحامهم، ثم هم أيضا أصبحوا لا أقول لك كيف، عندما تقرين بعض تقارير الأمم المتحدة من حيث حقوق الإنسان تجدين إذا الأفارقة في تونس والشكاوى التي يقدمونها من تمييز عنصري سواء على أساس اللون أو الأجر، أو إذا أصبحت لدينا أثقلنا أنفسنا إذا بمشاكل نحن في غنى عنها. لو كان هذا القطاع منظم، طيب نحن لا يمكن، لأن حق السفر عالمي، حق من حقوق الإنسان أن تسافر، لكن نجعله هيكل منظم. مرة أخرى الهجرة السرية، الهجرة غير المهيكلة في بلد هش في أوضاع هشة مثل تونس لا تعود إلا بالوباء. رغم وجودهم في تونس كل يوم يتعرضوا للعنصرية. نعم، أنا من قلت لك وأنا أتدخل حقيقة أريد أن أزن الفاضي. إذا أنا مع حرية الإنسان، مع حقوق الإنسان، لا أقيم التمييز، ولكن هل المجتمع التونسي مؤهل إلى أن يقبل الآخر الذي يشاركه بمشاغله ومشاكله؟ إذا أنا من هذه الناحية أنا أضم صوتي لكل المدافعين عن حق الإنسان أن يعيش بكرامة إذا في أي مكان على الأرض. خلي لك كلمة الختام. به ميرسي نيو ميديا تي في على هذه اللفتة. أنا شنو نقول؟ راهو الإنسان إنسان أينما وجد، وخصوصية المجتمع تصبح أمن وطني. نحن نحتاج إلى أمن وطني من جميع الجهات. وشكرا لكم.